دابا عندنا 22 سنه في الجمعيه، وطبعا هذه الجمعيه شفت عندها واحد لا بروغريسيون اسي امبورطونت هذه السنوات الاخيره، خصوصا نقول بدينا في الاول تنخدموا خصوصا في المدارس، نديروا لا ريفالوريزاسيون في لي زيكول، نقدوهم لي تواليت ديالهم، نصبغوهم اكسيتيرا، ولكن عملنا وفيغ ميزور بدينا تندخلوا في لو كونتوني، تنخدموا في تو سكي اكتيفيتي باراسكولير مع لي زيكول، اي اون ديفلوبي ديفيرون زاكس اليوم عندنا، خصوصا هذه السنوات الاخيره لا ليكتور مع المكتبه الصيفيه، لي سيونس داكور مع لافيرونمون، وكذلك لو ديجيتال. ودابا الديجيتال عرفتوه ولا مهم بزاف، وخصوصا ترى هذا الشيء ديال الكوفيد فين عطينا تنعطيو حنايا دابا هذه تقريبا اكثر من 10 سنوات وحنا تنعطيو الات الكترونيه غوفالوريزي، نعطيهم المدارس عموميه تن ايكيبي، ولي ليسي كبار لي غراند لي زيكول بوبليك في زون رورال وكذلك في الموادين اكسيتيرا. دونك هاد لي زاكس بور نو سون تري امبورطون مع التلاميذ من التعليم الاولي من تنبداو حتى البريمير اكثريه، وهذا الشيء ديال الالات الالكترونيه تمشيو كذلك في السكوندير والكوليجيال. وحاجه ثانيه درناها بدينا هذه تقريبا 12 سنوات هي التكوين والاكومبانيمون تاع لي جون، هو هذا البروغرام يعني حنا في اليوم حنايا سميتو باركور كومبيتونس جون. دونك سي باركور ديال لي كومبيتونس امبلوا، سي كيفاش ندورو هاد لي جون اليوم ينتقلوا على المدرسه مع الاسف، كيفاش باش نعطوهم عاوتاني اراده باش يقراو باش يتعلموا وباش يديروا شي حاجه في حياتهم. وهذا هو المشروع هنايا ديال الفرصه الثانيه فين حنايا هنايا دابا. الشواهد عندنا الوغ الباركور كيفاش تيكون؟ الباركور ملي تيجي اولا هذاك لو جون هو الى بوزوان ديجا باش تتعمل ليه ان تي بو يعاود يلقى لا كونفيونس اون لوي ميم، حيت انتقل من المدرسه طبعا والديه ولا بعد مرات في العائله الى ان تي بو روجوتي وكل شيء، و دونك تنعطيو له ديجا لا كونفيونس اون لوي ميم. تنخدموا مع لي ترافايور سوسيو معنا مع دي كوتش، تيخدموا معاهم كل شيء وتنشوفوا معاهم اشنو بغاو يديروا في حياتهم، شنو بغاو يقراو، وتنديروا معاهم طبعا سكون ابل ان بو ان تيست دو بوزيسيونمون باش نشوفوا المستوى ديالهم في العربيه الفرنساويه والماتيماتيك، ومن بعد تنخدموا معاه اشنو بغى يعمل. دونك تنديروا ليه ان بو لي زيميرسيون، تنمشيو نشوفوا شركات يشوفوا دي بروغرام دو فورماسيون ديال التكوين المهني. من بعد من تلقى هذاك شنو بغى يعمل هو شنو بغى يقرا، تنخدموا مع هذوك المحلات ديال التكوين المهني اللي كاينين، ولا سكون ابل دي سونتر دو فورماسيون بار ابرونتيساج بحال جرين شيب كو فوزافي فيزيتي توت الور، سي ان سونتر دو فورماسيون بار ابرونتيساج، وتندخلوهم مع تماك. ولكن الفكره هي تنتبعوهم طول لو لون ديال هذا الباركور ديالهم دو فورماسيون، تنتبعوهم ما خصناش لو ليان يتقطع معنا. علاش؟ حيت من بعد منين غيسالي غيرجع لنا باش اما نديرو في شي ستاج اما غنعاونوه باش يلقى ان امبلوا اترافير. حنا الجس للجميع الاخوان حتى يتعرفوا على كل ما تعيشوه وكل ما تقوم به من أعمال في صالح التكوين وفي صالح التلاميذ بصفة عامة، والتكوين بالنسبة لا سيما بالنسبة للإخوان اللي كيكونوا غادروا المدرسة، وكنعطيوهم فرص جديدة حتى يأخذوا مسار جديد وحياة جديدة وحياة وكيأملوا وتيفتح أمامهم واحد المستقبل ظاهر إن شاء الله. كما كتعرفوا الجسر هذه وجدت هذه 22 سنة، فلها تجربة قوية وتجربة حقيقة بقيت مستمرة، وحتى الأعمال التي تقوم بها تتطور سنة عن سنة وتختلف أيضا، وذلك دائما في تحسين المردودية وتحسين هذا الاتصال الوثيق ما بين المدرسة والمؤسسات الصناعية التي تساهم في بالناحيه الماليه وبالناحيه البيداغوجيه للتماشي مع الاحتياجات ديال المدرسه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.